السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعي طقس العرب في السعودية، نقدم لكم هذه النشرة الجوية التي ستكون محاورها كالتالي: منخفض جوي 50 على منطقة تبوك اعتبارا من ليل الاثنين على الثلاثاء، سيجلب معه هذا المنخفض الجوي حالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي. أيضا سنستعرض الارتفاع على درجات الحرارة خلال الأسبوع الحالي، أيضا حالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي على الرياض اعتبارا من يوم الأربعاء. نبدأ نشرتنا كالعادة بصور الأقمار الاصطناعية الملتقطة خلال ساعات صباح اليوم. نلاحظ اندفاع لكميات من الغيوم العالية والمتوسطة على منطقة تبوك، عبارة عن حالة من عدم الاستقرار الجوي المرافقة للمنخفض الجوي الخماسيني الذي يتحرك من الأراضي المصرية باتجاه بلاد الشام وشمال غرب المملكة العربية السعودية، في حين يلاحظ خلو باقي مناطق المملكة من الغيوم نتيجة لتمركز مرتفع جوي في طبقات الجو العالية في تلك المناطق. الانتقال لخرائط درجات الحرارة السطحية في عموم منطقة الجزيرة العربية، يلاحظ ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة، حيث تسيطر كتلة هوائية باردة نسبيا إلى لطيفة خلال ساعات يوم الاثنين، لكن اعتبارا من يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس هناك ارتفاع مطرد على درجات الحرارة نتيجة لاندفاع لكميات أو اندفاع لكتل هوائية دافئة قادمة من شرق القارة الإفريقية باتجاه شبه الجزيرة العربية. بالنسبة لخرائط الأمطار تحديدا لحالة عدم الاستقرار الجوي المتوقعة على تبوك وأيضا على منطقة الرياض خلال الأيام القادمة بإذن الله، يوم الاثنين يلاحظ تمركز لكميات من الغيوم وأيضا كميات من الأمطار على المنطقة الشمالية الغربية من المملكة العربية السعودية، تحديدا منطقة تبوك تنتقل تدريجيا خلال ساعات صباح يوم الثلاثاء باتجاه منطقة الجوف ثم الحدود الشمالية. هذه الحالة تكون ضعيفة، تعمل على طول زخات متفرقة وخفيفة من الأمطار في عموم المنطقة الشمالية، لكن اعتبارا من يوم مساء يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء تبدأ تنشأ حالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي في المنطقة الوسطى من السعودية، أيضا أجزاء من منطقة المدينة المنورة تعمل على طول زخات متفرقة من الأمطار، تشمل هذه الفرصة أيضا العاصمة الرياض. بالانتقال لتوقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال 3 أيام القادمة، هناك ارتفاع مطرد على درجات الحرارة، يوم الثلاثاء تسجل 28 درجة مئوية، يوم الأربعاء 30 درجة مئوية مع فرصة لهطول زخات من الأمطار نتيجة لتأثر العاصمة الرياض بحالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي، يوم الثلاثاء المزيد من الارتفاع درجات حرارة مرتفعة نوعا ما، طقس حار نسبيا 32 درجة مئوية في العاصمة الرياض مع نشاط في سرعة الرياح الجنوبية التي تعمل على إثارة الأتربة والغبار بشكل محدود. كملخص لما استعرضناه في نشرتنا الحالية، كما ذكرنا هناك زخات أمطار خفيفة وعشوائية الطابع ومتفرقة على منطقة تبوك خلال يوم الاثنين وأيضا خلال يوم الثلاثاء، هناك ارتفاع على درجات الحرارة خلال الأيام القادمة وأيضا حالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي على العاصمة الرياض اعتبار من مساء يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء بإذن الله. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن، إلى اللقاء.